يلا بوسه بقى كبيره لعمه. الله يا ولاد، في اماكن في جسمنا اللي بنلبس عليها الملابس الداخليه ما ينفعش حد لا يشوفها ولا يلمسها غير ماما وبابا والدكتور وبس، واي حد لو قرب مننا او حاول يلمسنا هنعمل ايه؟ هنصرخ ونقول الحقونا الحقونا الراجل ده قليل الادب. طب هنقول بصوت عالي جدا ايه؟ لا. بصوا يا ولاد احنا كده خلصنا، اشوفكم الاسبوع الجاي ماشي؟ باي باي. باي باي. هايلة يا هبه، انت كده فاضلك تكتبي التقارير وتشتغلي على حالات القاهره. ما انا هعمل كده حتى كمان عشان ازور منى اختي واوعي ولادها. بالراحه على نفسك شويه. حاضر يا فندم. واو كذلك. فرج. نعم. عايزاك تنزل لهم العاب جديده بس ما يكونش فيها عنف. من عنايه طبعا، ما تخافيش هنزل لها تلبيس وسوبر ماريو والحاجات الجامده دي. تمام، وانا في المطبخ لو عوزتوا حاجه. تسلم. يا قمر ايه راحة فين؟ استني بس، ايه راحة فين كده؟ اقف. طب ايه في ايه؟ ايه خليك في حالك. انت مالك انت يا موزة؟ يا ابني ما تخليك مؤدب، زعقيله. انت من حاجة تمشي في شارع بحرية. ماشي يا بتاعت الحرية. طب انا بقى هوريك بتاعت الحرية دي هتعمل معاك ايه. ايوه يا هبة، انت فين؟ انا قلقت عليكي. بوليس؟ محضر تحرش؟ طب احنا مستنيينك. ايه؟ هي لسه بتدافع عن البنات ضد التحرش؟ جدعة، لسه عاملة محضر لواحد حالا دلوقتي في الشارع. هي فعلا جدعة، بس بقولك ايه؟ خليها تاخد بالها ما تقولش الكلام ده قدام العيال. ما ينفعش نفتح عينيهم من دلوقتي على الحاجات دي. ممكن اتعرف على الصوت الرقيق قوي ده؟ ممكن. ايه في قليل الادب. الو. الو ياسمين حبيبتي. لا انا مش ياسمين. ايه مش ياسمين؟ طب ايه فولا؟ لا بصي انا واحد كده يعني، لا بس واحد جامد قوي قوي. بقولك ايه، انتي لابسه ايه بقى؟ انا شرمي. عيب اللي انت عملته ده. حاجه يا مدام؟ جاتكم القرف بديتوا البلد. شفتوا لما خدت المصاصه بتاعتها دي تعالت. فاكر لما هي خدت المصاصه بتاعتي وانا عطيت برضه زيها. بصوا بقى، النهارده عايزين نلعب لعبه كبيره قوي 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 طول الليل. تمام؟ بتعمل ايه؟ هبه الحمد لله على السلامه يا هبه. يا اكون بعمل ايه يعني؟ اختي كلام عليك من الصبح، كنت فين؟ قطعت طمنيها. فرج هستناك بالليل. ها ماشي يا اخويا. سلام. سلام سلام. بابا بابا. شايفه نظراته؟ شايفه حاطط ايده عليها ازاي؟ ده عمهم يا هبه. عارفه يعني ايه عمهم؟ يعني زي باباهم بالظبط. يا بنتي ما المصايب دي ما بتجيش غير من الناس القريبه. 35% من الاعتداءات الجنسيه في مصر بيكون الجاني له صله قرابه بالطفل الضحيه. الاحصائيات اللي بتقول يا منى مش انا اللي بقول. يا هبه لو سمحتي ما تكبريش المواضيع. انت عارفه عادل لو سمع كلامك ده انا ممكن اتطلق فيها. من فضلك قفلي على الموضوع ده. انا مش مرتاحه. Thank you.
ونسيت الكرة في الجرد، وراح في الآخر دخل ورايا وقفل الباب وراح قال لي يلا أجيب الكرة عشان قلالي وقالوني وكمان قلالونه قال أموت فيه يعني لما صار. أنا بطالب الرأي العام وبطالب رئيس الجمهورية هاي لهبة أشد أشد يعني أشد عقوبة عشان دي ما حصلتش. ايه يا فرج؟ يلا يلا يا حبيبتي يلا انزلي ماما بسرعه 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 بسرعه. وراك يا فرج لحد ما تتكشف على حقيقتك. مالك يا ريم في ايه؟ بتعيطي ليه يا ريم؟ ما تنطقي. لو حد عرف او بابا عرف هتضحك. مفيش يا ماما مفيش. يا ولاد زي ما بغسل سناني كل يوم ووشي وشعري عشان يفضلوا نضاف وما يجيليش امراض، في اماكن تاني بجسمنا ما ينفعش لحد لا يلمسهم ولا يشوفهم، زي هنا وهنا. في لمستين، في عندي لمسه حلوه ولمسه وحشه. لو ماما او بابا لمسونا عشان هما بيطبطبوا علينا وبيشجعونا دي لمسه حلوه، لكن لو اي حد تاني غريب لمسنا دي لمسه وحشه. ده جسمي انا، بتاعي انا، لو اي حد حاول يلمسني لمسه وحشه لازم اقول له لا. لو اي حد حاول يلمسني لمسه وحشه هقول له ايه؟ لا لا. انت بتعملي ايه مع العيال يا محترمه؟ عيب. ايه الاباحه دي يا اخوانا؟ ايه الاباحه دي؟ اباحه ايه؟ انا بوعيهم عن التحرش، دي توعيه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ الست هانم بتعلمهم كلام عن التحرش وكلام قله ادب. ايه ده ايه ده؟ هي الحاجات دي بقت في كل حته ولا ايه؟ هو احنا يا اخي قافلين على ولادنا من شويه؟ هبه خايفه عليهم وبتوعيهم. يا عادل يا عادل، ده انا شايفها بعينيا وهي بتفتح عينيهم على كلام كلام الواحد ما ينفعش يقوله يا اخي. كلام ايه؟ انا فعلا كنت بوعيهم زي ما بتقول منى. خلاص بقى خلاص خلاص. اهدوا اهدوا. وانت فرج حقك عليا يا سيدي. ماشي يا اخويا ماشي. وبعدين يعني ما ليه اقعد في مكان يحترم الناس اللي فيه؟ يا اما كده يا اما. يلا فرج يلا يلا. حقك عليا يا فرج يحترم المكان. ليه؟ انا عملت ايه غلط؟ طب ايه دي عشان خاطري؟ ومنى انا عيني عليه من ساعة ما كنت عندكم. ده بني ادم مريب. انا خايفه اعمل حاجه في سراوي الاطفال زي ما اتعمل فيا. مجرم كان لازم يتحاكم. يابا بعمله هو لسه بعمله. نويتي يا هبه؟
هبة أنا مش عارفة أقولك إيه، بس أنتي عارفة إنه غصب عني. ما تقوليش حاجة، كبر دماغك. يا ماما اللابتوب يا ماما مش هتشتغل. أنا اتصل بعمو فرجوه اللي بيعرف يشغله. وريني وريني يا سارة. هو شغال يا بنتي أهو. إيه؟ أنت كنت بتلعبي إيه؟ لعبة تلبيس. في إيه يا هبة؟ سارة اخرجي كده بره شوية يا حبيبتي. طب أنا عايزة ألعب. معلش يا سارة دلوقتي. هي دي قصة هبة. الحقيقة قصة هبة قصة مهمة جدا، قصتها هتساعد بنات كتير، فأقرب فرصة هخلي المعيد يتواصل معاكي. مش عايزة تقولي لماما حاجة؟ ها؟ ماما حبيبتك مش عايزة تقولي حاجة؟ الموضوع دلوقتي بقى حياة وموت. أنا ومنى شغالين مع بعض، لازم نفضحه هو وكل واحد يفكر يأذي الأطفال. طب وباباها عارف؟ لا طبعا، شايف أخوه ملاك مش مصدق حد، بس أنا وراه لغاية ما أعرف حقيقته. الو. ايوه يا هبه، ايوه انا كتبت جوابات لكل سكان العماره ونبهت عليهم ان احنا لازم ناخد بالنا من عيالنا اكتر من كده. فيها منى، وايه الجوابات دي كلها يا عادل؟ اخوك بيتحرش بعيالنا. ايه انت اتجننتي؟ اتعديت من اختك. اخويا ده انضف من عيلتك كلها، ده اكتر واحد بيحب العيال، ده مضيع فلوسه كلها على الهدايا والحلويات. اخوك ده مريض وانا لازم احمي عيالي منه. احنا مرضى يا ستي، احنا مرضى. عايزه تحافظي على عيالك خديهم وامشي من هنا. امشي. الله 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 الله، خلي الفضايح بقى بالجمله. عادل انت فين؟ عايزك النهاردة بالليل تتفرج على برنامج سارة نجيب. ليه؟ مشاهدينا الكرام، برحب بيكم وحلقة جديدة وصوت الضمير. تعودنا دايما في برنامجنا بنناقش قضايا مجتمعية هامة جدا، والحقيقة في قضية تفشت وانتشرت في مجتمعنا للأسف الوقت اللي فات، وهي قضية التحرش بشكل عام وقضية التحرش بالأطفال بشكل خاص. عشان كده اخترنا احنا نكون بنتكلم عن هذا الموضوع النهاردة، ومعانا ضيفتنا الأستاذة هبة اللي هتكلمنا عن تجربة شخصية هي مرت بيها. برحب بيك يا أستاذة هبة. أنا اللي برحب بحضرتك جدا يا أستاذة سارة. يعني في البداية عايزة أعرف منك أكتر عن قصتك، إيه التجربة اللي مريتي بيها؟ أنا في حد اعتدى عليا جنسيا وأنا عندي 8 سنين، وده سبب أثر فيا. كان إيه إحساسك ساعتها؟
انا كنت حاسه بالذنب، كنت حاسه ان انا اللي غلطانه وانا اللي مسؤوله، لغايه ما قابلت الدكتوره كسام. دي باين لها حكايتها حكايه. عرفت ان انا اللي كنت طفله مش فاهمه حاجه، مش عارفه حاجه، هو الكبير هو المسؤول هو اللي غلطان. شفتوا؟ وبالدليل اهو، البت دي مش مظبوطه خالص. هبة انت عدت لنا تقرير، اسمحنا نطلع مع مشاهدينا نشوف التقرير ونرجع تاني نكمل كلام. التحرش الجنسي بالأطفال في مصر لا تقتصر فقط على الغرباء عن الضحية، ولكن الإحصائيات تؤكد أن 35% من الأشخاص الذين يعتدون على الأطفال هم من أقرباء الضحية، وأيضاً 20,000 حالة تحرش واغتصاب تقع في مصر سنوياً. 85% من الضحايا هم من الأطفال. 45% من الحالات يتعرض الطفل للاغتصاب الجنسي الكامل، فيما يتعرض 20% من الضحايا للقتل بطريقة بشعة، والدليل على ذلك ما شهدته مصر في الفترة الأخيرة من سلسلة جرائم تنتهك الأطفال. وباتت عملية اغتصاب الأطفال تحدث بشكل كبير، فبدءا من الطفلة زينة عرفة ضحية بورسعيد. أيوة كده يا هبة، ضحية، خلي الناس كلها تعرفوا على حياته. ومن أجل ذلك طلب المجتمع بأقصى عقوبة لكل المتحرشين والمغتصبين للأطفال. خشوا جوه بسرعة، خشوا جوه. ايه ده، هو فين؟ دي كدابة كدابة عادل، صور متفبركة. والله ما انا، والله ما انا عادل. صراحة جبت على كل حاجة، كل حاجة. هم انا ما كنتش خالف، كنت عملت ايه؟ ايه يا اخي، ده انا دفعت عنك قدام كل الناس، كل الناس. انت تعمل فينا كده؟ انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ مشاهدينا، أتمنى تكون حلقتنا النهاردة جرس إنذار لكل حد بيتابعنا، وفعلا يكون صوتنا بيوصل للمسؤولين ويكونوا بياخدوا حقيقة خطوة حقيقية وإقرار قانون لمعاقبة كل من تسول له نفسه على هذا الجرم. حكمت المحكمة على المتهم فرج توفيق يوسف بالحبس 3 سنوات وغرامة 5,000 جنيه. لازم نساعد بعض عشان نحمي نفسنا من الخطر ده. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3,000 جنيه. وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش وتحديد استراتيجيات وطنية لمواجهة تطبيق العقوبة على المتحرشين. الإحصائيات تتحدث أنه 9 نساء من كل 10 نسوة مصريات تعرضن للتحرش. أرجوكم ما تسكتوش، أرجوكم ثقافة العيب دي بتنهي على المجتمع، بتقضي على المجتمع.